اتحرقت ولا ايه؟ في ايه ده؟ ما اتحرقتش هي ايه ده؟ مش عارف. ماشي. اتحرقت ولا ايه؟ في ايه ده؟ ما اتحرقتش هي ايه ده؟ مش عارف. ماشي. معايا كده، ما تقطعوا نظركم بس الاول. بصوا، شايفين الجبنه؟ ربنا يستر، بس عشان انا حاسس ان هي ايه، اتشحوطت. ازعل قوي لو اتحرقت جوه. دي طاسه بيض يا جدعان، اللي هي الناس بتوع ايجيبت، مش بتوع مصر، لا دول بتوع ايجيبت، متكلفه شويتين. تعالوا بس الاول ايه، نشوف هي اتحرقت ولا لا. من الجنب ده، الجنب ده شكله مش محروق. شايفين الجبنة؟ بصوا، لو حكيت لكم دلوقتي عن كمية الأطعمة اللي في بقي جوه دلوقتي، ملحوست الدنيا خالص. الحمد لله ان امي مش في البيت. ده كنز كده تلاقيته في البيت، لا بيه ولا عليه. وانا بحب البريل قوي، مش عارف يا جدعان اقسم بالله اشرح ايه ولا ايه. نوع الجبن ده انا اول مره استخدمه، طعمها رهيب، ميكس موتزاريلا على شيدر، رهيب بجد، طعمها كريمي قوي. اتشحوطت من تحت سنه، مش قوي. والطماطم مع البيض تحفه، وكمان انا سايبه ني شويه كده، اللي هو ايه، ملزلص كده، وايه، عارفين البيض الني دوت هيكسي يا خالص طاسه البيض دي. 5 دقايق بالظبط هتعملها، يعني مش هتاخد منك 5 دقايق. طعم تحفه، واول مره اكل طاسه بيض طعمها كده. الطعم ده ايه ده؟ جربوها.